ركزت على اللحظة باش نقول بأنه يجب أن يكون هناك حماس ونستثمر هذه الفرصة الحملة أقصى ما يمكن للمواطنين ونوصلوا لهم المسألة بحرارة. عرفتي هذه ما كنقول عرفتي هاد البولة هذه اللي وصلتها الحرارة ديال الضوء. علاش وصلتها؟ الحرارة ديال الضوء حيت واحد السلك يجي معاه الحرارة فهمتيني؟ فالضوء هنا فيه الحرارة غير كديرو مع شي واحد وكيدوز الحرارة. مايمكنش ندوزو الحرارة إلا كنا حنا بابين. الواحد اللي ما عندوش هو من حيث الفهم، من حيث الوعي، من حيث التطلع، من حيث الحماس، من حيث الآخرين، ما كانش هو صوت، غيمشي عند المواطن إلا حطو صوته إلى آخره، ولا برد مع راسه، كاع ما هو كاع ما هو ما شدش القضية بحيوية بقوة وبغى لي حالة نصوت ليه ولا نمشي معاه. فهمتيني؟ فلذلك ولكن إذا حس بالإنسان وقع يكون واحد ضدك وما متفقش معاك وكي ينتقد إلى آخره ولكن يحس فيك بالحرارة غادي يدور ويجي معاك. حس بالصدق وحس بالقوة المعنوية التي تنبع من داخل قلب الإنسان ونفسه. هكذا نريد أن يكون مناظرة ومناظرات على التنمية.